رجعنا لكم مرة تانية، يا رب تتبسطوا بقى عندنا النهاردة كده. وهنبتدي مع هالة عمر كلامنا عن برج الحمل. برج الحمل يبتدي امتى ويخلص امتى كده؟ اولا من 21 مارس ل 20 ابريل. من 21 مارس ل 20 ابريل. كلنا عارفين ان كوكب الحاكم المريخ، وهو كوكب، هو برج ناري. اوكي. اوكي. طبعا الصحة في تحسن متدرج من 2018، وهتتحسن اكتر في 2021، بس ما فيش غير كوكب واحد اللي ضغط عليه، اللي هو كوكب بلوتو. بلوتو للأسف الشديد، دي حاجة أنا ما رضيتش أقولها لكم بالسنة اللي فاتت، بس هقولها لكم عشان تبقوا فاهمينها. كوكب بلوتو معروف أنه هو بتاعة الحياة والموت وفلسفة إعادة الحياة. مكانه بيشير أن في عدد موتى كتير. لما كان موجود في السنة، في أول سنة 2020، قلت احنا مالنا، يمكن يبقى في حرب ولا حاجة، ملناش دعوة. ملناش دعوة، نقول مفيش داعي يعني. لكن هو ليها تفسير. لو تفتكر اقولك ان بلوتو ده من اقوى، رغم انه ابعد كوكب، انما هو من اقوى تأثيرا على البشرية. صحيح. لان هو بيغزل الاحداث لبداية تاريخ اخر. ومن هنا احنا لسه في نفس القصة، وهيتأثر أصحاب برج الحمل شوية بسبب الموضوع ده. مش لازم بقى نفكر ونقول يا خبر احنا هنموت، حد هيموت، كل أجل كتاب، ده مكتوب من قبل ما يجي كورونا ومن قبل ما يحصل أي حاجة، لكن مسبب الأسباب. صحيح. ربنا يدي الصحة والعمر للجميع. آمين يا رب. طبعا الزحل والمشتري في البيت الحداشر، وده بيت الأصدقاء. الأصدقاء فيهم عسل ومر، فيهم ناس هيحصل إحباط منهم، لكن برضو في ناس كتيرة هتتعرفوا عليها، وبالتالي هيبقى في دائرة معارف مختلفة وكويسة قوي. Okay. الحياة الروحانية عالية جدا. انتوا من زمان خالص أصحاب برج الحمل في البيت اللي هو بيت الروحانيات ال 12، في كوكب الروحانيات اللي هو بلوت، اللي هو نبتون بتاع برج الحوت، فهو قاعد في بيته وبيبص طاقات روحانية، والشاطر اللي يلقطها، لأن اللي هيلقطها وهيحصل تناغم معاها ربنا هيكرمه قوي. طبعا نختم بإيه في البرج ده؟ البرج ده لازم يزود روحانياته، ولازم يتعود على خضات أورانوس في مال، بس أنا نقف كتير قوي بسبب تأثير كوكب أورانوس في بيته المال. كوكب المهنة في تقدم أكتر. كل حاجة ظريفة، الحب والحياة الاجتماعية زي ما هي، فالعازب عازب والمتزوج متزوج، بيت الحب فاضي. في تطور في شخصية أصحاب برج الحمل، وهو ارتباطهم بالروحانيات أكتر. أوكي. أوكي. نخش على البرج اللي بعده. برج الثور. برج الثور من 21 إبريل ل 20 مايو، وهو برج ترابي، وكوكبه الحاكم الزهرة. المهنة نمرة واحد بالنسبة له، المستقبل المهني مهم جدا، وده العنوان الرئيسي. برضو السنة اللي فاتت كانت لا بأس بيها، لكن السنة دي فيها تقدم أفضل وأفضل. بيت الأسرة مستقر، رغم أن فيه كسوف وخسوف، لكن الحياة ماشية. طبعا في تغيرات درامية لما يبقى الشمس فيها كسوف، لأن كوكب الأسرة هو الشمس. طبعا في الوقت ده امتى هيحصل الكسوف؟ مرة في 10 يونيو، والتاني في 4 ديسمبر. في الوقت ده دايما بيحصل دراما عائلية، فناخد الأمور ببساطة زي ما اتعودنا في الكسوف والكسوف، قلنا بيحصل طاقات جامدة، فناخد الأمور بهداوة وما ننفعلش. طبعا الدنيا مش مستحب العزال، لكن ممكن نعمل ديكور من السنة الجاية مستحب. المال مهم جدا بالنسبة لأصحاب برج الثور، وهو ما كانش كما ينبغي بالنسبة لهم. أنت مهتم دايما بالمهنة أكتر، بالرغم من المال اهتمامك، بس تأثير الكوكب الموجود مخليك تركز في سمعتك، في برستيجك أكتر من أن يبقى عندك فلوس. لكن برضو في مال بسبب العمل، كل ما هتهتم بالعمل هيجي فيه. طبعا برضو كسوف الشمس في بيت المال التاني يوم 10 يونيو، وده هيسبب تغيرات مالية للأفضل إن شاء الله. ويمكن ده الكسوف ده يظهر الأخطاء اللي كنت بتشوفها
في إدارة أموالك. عطارد كوكب المال بيتراجع، وده يوم 30 يناير إلى 20 فبراير، 29 مايو إلى 21 يونيو، 27 سبتمبر إلى 19 نوفمبر، والوقت ده لا يستحب أن أنت تاخد قرارات مالية أو تستثمر بأموال كتيرة. بيت المهنة قوي وإن شاء الله هتهدي كل العراقيل. أوكي. أوكي. حتى إذا كنت بتتعامل في السياسة، العام ده كويس قوي للترقية أو أخذ بوست أو واتيفر. الحياة الاجتماعية زحل مشي من مكانه، فزال العراقيل العاطفية اللي هي في الحياة يعني، لكن برضو في زي جفاف كده شوية، لازم تاخد القصة هدوء لحد ما تستقر وتنضج. أهم درس لازم يتعلمه أصحاب برج الثور إن هم لو ما استقبلوش طاقة أرنس اللي هي في بيتهم ألا وهي التغيير، يبقى كده هيقفوا محلك سر. أوكي. عشان يتحملوا ده لازم يستغنوا شوية عن مخهم الناشف وعن العند وعن الإصرار على إن هو صح. لازم يشير ناس، لازم يبقى أكثر مرونة، لازم يتعامل مع نفسه ويكتشف شخصيته الجديدة، يمكن يكتشف ملكات هو ما يعرفهاش لمجرد إن هو فكها. أوكي. ده روحانيات مش قوية عنده السنة دي. هو أهم حاجة الشغل، والشغل على الذات. نخش على البرج اللي جوزاء. بعده. جوزاء. ايوه خلوكم، انا مش هتكلم كتير في الحلقه دي، هتلاقوني ساكت عشان ايه ما حدش يزعل وتقولي لي بتقاطع حالي كتير، انا ساكت اهو. حبيبي انت تقاطعني اي وقت. انت بتناقشني وبتدي روح لا بس عشان للحوار. ما يزعلوا. الجوزاء من 21 مايو ل 20 يونيو، وده عنصره الهوا وكوكبه الحاكم عطارد. قلنا المواعيد تراجع العطارد، وبالتالي اصحاب برج الجوزاء لما عطارد بيتراجع ايا كان مكانه بيتاثروا. يتأثروا، بيتلخبطوا، تركيزهم بيروح. أكتر ما يميز أصحاب برج الجوزاء إنه عندهم ذكاء حاد وذاكرة كويسة وسرعة بديهة جامد قوي. الطاقة دي كويسة جدا بالنسبة له إلا لما بيتراجع. صحته كويسة وتحسنت كتير جدا، بس في كوكب واحد هو اللي بيضغط عليه، هو نبتون، وده مستمر فترة طويلة، ولازم من يوم 14 مايو 29 يوليو يهتم بقلبه، لان الطاقه دي ممكن القلب بيتعب من ايه، من الستريس والتوتر. واصحاب برج الجوزاء على طول متوترين، على طول بيحرقوا، فده لازم يتعلموا شويه ان هم يبقوا اكثر هدوء. الاسره والعائله مش قويه، هتفضل الامور برضو زي ما هي، وكل حاجه هتفضل في حالها برضو. العام ده بإذن الله هو عامل مهنة الكارير، وده من هتهتم بأمور كتيرة جدا، خصوصا كمان مع أحد أولياء الأمور، هيمر بتجربة برضو هتأثر عليه. فبرضو بالرغم من الأحداث دي كلها اهتمامك هيكون على الكارير. التنقل برضو غير مستحب، العزال يعني. الحياة الاجتماعية كويسة أوي. المال خالي من أي كواكب، بيت المال، وانت راضي لكن مركز برضو على البرستيج والمهن. المنظر. أوكي. المكاسب هتجيله من أماكن مختلفة، لكنه مركز لأن القمر كوكب المال، فكل ما بيبقى في حالة قمر جديد ويحصل واكسنج لحد ما يبقى قمر 14، دي أحسن فرصة لبداية الاستثمار أو بداية شغل أو أي حاجة من الحاجات في العملية. يوم في الحب، في خسوف في البيت الحب، وده هيبقى يوم 26 مايو، وخسوف قمري برضو يوم 4 ديسمبر. الاتنين هيعرضوا العلاقات للاختبار، وده هيغير اسلوبك في تناول الامور العاطفية. انت بتدور دايما على انك تكبر اجتماعيا ومهنيا وبريستيج وايز. احتمال ده يسبب ان انت تفكر ترتبط بحد ذو حيثيه، راجل او ست، يعني ست تفكر في الراجل وهكذا، او ومادياته عاليه الى حد ما، لان برج الجوزاء فيه حته براجماتيه شويه. لكن برضو في حد تاني هيبقى متواجد مرتبط بيه ذهنيا، وهو مش هيعرف يتعايش مع حد ما يفهموش، ما يعرفش يتكلم معاه. كل بقى واحد وقدره وفكره. ايه اللي هيغير في شخصيته والتغيير الذاتي اللي هيحصل السنه دي؟ انت برضو بتدور، كوكب نبتون
اللي هو كوكب الروحانيات، طاقته عنيفة جدا وهتأثر بنسب على ناس كتيرة، لكن مش لازم تبقى دينية أو مش لازم تبقى مديتيشن، هي بحث وراء فلسفة حاجة، الايم بتاع الأقدار في حاجة، التفكير ده كتير قوي عند الناس ليه كده. فلحد ما يوصلوا لده ويقروا كتير ويفهموا كتير، ربنا يهدي ناس ما يهديش ناس، هي القصة كلها هتلاقيها نفس الأسئلة. بالنسبة لبرج السرطان، لا هناخد فاصل، ناخد فاصل، ناخد ده قلت أسرع. لا هناخد أغنية كده، نرجع أوكي لحفلتنا بتاعت راس السنة، أوكي نهيص الناس أوكي وفاصل ونرجع على برج السرطان. السرطان. أوكي يلا بينا، سمعونا حاجة حلوة.